بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وآخذ أيدينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وعلينا وعلى ذوينا ومشايخنا وأساتذتنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى أحبابنا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، فيما بعد، مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ذكرنا وبينا فيما مضى أن رؤية الله تعالى جائزة بالعقل، ثم يقول واجبة بالنقل، يعني رؤية الله تعالى واجبة بالنقل. فيما مضى بينا ما هو المراد بالرؤية هنا، يعني الانكشاف التام، الإدراك بالانكشاف التام بالبصر، بحاسة البصر. فإذن هذه الرؤية واجبة بالنقل، ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة. هذه الرؤية واجبة، هكذا ورد الدليل السمعي بإيجاب، لذلك صارت واجبة. من يراه؟ المؤمنون. أين يراه؟ في دار الآخرة. فإذن رؤية الله تعالى واجبة بالنقل. ثم ذكر المصنف هذه الرؤية واجبة بالنقل، ثم قال ورد الدليل السمعي. فإذن هنا أنواع من الأدلة السمعية، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، هكذا. فيبين الشارح رحمة الله عليه واحدا بعد واحد. قال أولا: أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه ناظرة بالضاد، يعني ساطعة نيرة. لماذا؟ بسبب نظر هذه الوجوه إلى ربها، إلى الله تعالى. فإذن بسبب هذا الفرح والسرور، تكون وجوههم ناظرة، ساطعة نيرة. فإذن هذا ناظرة بالله، هذا دليل رؤية الله تعالى. إذن ماذا هو يعني جواب شبهة الخصم في هذه الآية؟ هنا المعتزلة أنكروا، كذلك بعض من
طوائف أهل القبلة أنكروا رؤية المؤمنين الله سبحانه وتعالى في دار الآخرة. في هذه الآية ماذا تأويلاتهم؟ ذكر عصام الدين رحمه الله للخصم في الآية تأويلات ذكرت في المبسوطات، وبقي عليهم بعض التأويلات أقرب مما ذكروه، وهو أن ربها عبارة عن أصحاب الوجوه الناظرة، يعني وجوه ناظرة، ناظرة إلى ربها، الضمير يرجع إلى الوجوه. ثم من المراد برب الوجوه؟ عندنا رب الوجوه يعني خالق الله سبحانه وتعالى، عند هؤلاء هذا رب الوجوه أصحاب هذه الوجوه، المراد بالرب، الرب عبارة عن أصحاب هذه الوجوه الناظرة، أي وجوه ذات بهجة ناظرة إلى أصحابها. لماذا؟ لأن النظر إليهم يوجب السرور. فأن إلى ربها بمعنى في ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة يعني أي متفكرة. فإذن هذا تأويل آخر، إما ناظرة النظر بمعنى التفكر، ثم كذلك هؤلاء في الآخرة أصحاب وجوه نيرة، إذن هم ينظرون بعضهم ينظرون بعضا، بعض بعض ينظر بعض إلى بعض، إذن بسبب هذا النور يفرح يعني كثيرا. فهذا معنى قوله تعالى ناظرة إلى ربها، ألا تبي لهؤلاء الخصم. لكن هذا ليس بصحيح بل هو باطل. ثم وأما السنة وقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو مشهور. فهذا حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لماذا هذا التشبيه؟ هذا التشبيه يعني لإفادة أن رؤية الله تعالى عامة لجميع المؤمنين، وكذلك تكون هذه الرؤية بكل وضوح. هذا الذي أراد بهذا التشبيه، يعني القمر ليلة البدر يرى لكل أحد من الناس، لا يخفى على أحد، بخلاف الأهلة الهلال، هلال يعني في أول الشهر أو في أوائل الشهر يظهر لبعض ولا يظهر لآخر، يخفى على بعض، هكذا لا يكون، ثم يكون هناك خفاء أيضا. أما القمر ليلة البدر لا فخفاء به، كذلك بدون أي خفاء يكون هناك انكشاف تام، أي الرؤية يكون انكشاف تام، يعني يكون رؤية بحاسة البصر كما ذكرنا فيما مضى. ثم إذن ليس في هذا التشبيه إثبات الجهة أو إثبات المكان أو إثبات الحدود والنهاية والشكل. لماذا؟ كل هذا محال في حقه تعالى، فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور، لذلك لا تكون هذه الأمور مرادة من هذا التشبيه. والمشبه والذي شبه هذا التشبيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف المخلوقين بالله سبحانه وتعالى كما قال هو نفسه أنا أعلمكم بالله وأتقاكم، كما ثبت في صحيح البخاري أنا أعلمكم بالله وأتقاكم. والذي هو أعلم وأعرف بالله سبحانه وتعالى هو الذي قال بهذا التشبيه، فإذن لا يراد منه هذه المحالات، بل يراد منه ما هو ممكن في حقه تعالى. ماذا هو الممكن؟ الانكشاف بدون أي خفاء، وكذلك
عموم هذه الرؤية لجميع المؤمنين. نعم. ثم قال وهو مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذا حديث مشهور. لماذا قال هذا مشهور؟ يعني لو كان من الأخبار الآحاد، من أخبار الآحاد، فلا يقبل دليلا في الاعتقاديات واليقينيات، بل لو كان على الأقل مشهورا يقبل. فهذا حديث مشهور على الأقل أو متواتر. لماذا؟ لأنه رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يذكر الإجماع أيضا دليلا على وجوب رؤية الله تعالى. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجتمعين على وقوع الرؤية بالآخرة. الأمة كانوا مجتمعين، يعني الصحابة والتابعون ومن بعدهم، كانوا متفقين مجتمعين على رؤية على وقوع الرؤية بالآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظاهرها. هكذا كانوا مجتمعين مجمعين، كان بينهم إجماع. ثم ظهرت مقالة المخالفين، بعد ذلك ظهرت مقالة المعتزلة من نفي رؤية الله تعالى بالآخرة. هكذا. وشاعت شبههم، شبه المخالفين، وتأويلاتهم. هكذا. إذن الإجماع أيضا دليل. ثم وأقوى شبههم، من هنا يرد الشارح على بعض شبههم القوية. هذا الذي قال وأقوى شبههم من العقليات، يعني عندهم شبهات، بعضها من العقليات وبعضها من السمعيات، بعد تفنيد شبه أقوى شبههم العقليات يبحث الشارح في شبههم السمعيات. نعم. إذن أولا قال وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرأي وثبوت مسافة بينهما. هذه الرؤية، هذه رؤية عادية، هناك هذه شروط موجودة. نعم. بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد. لو كان هكذا بعيدا أو قريبا بالغاية لا يرى. ثم واتصال شعاع من الباصرة بالمرئي، هكذا إما تخرج من الباصرة شعاع وتحيط به، هكذا تقع يعني ظاهرة الرؤية. أو على العكس كما سبق أن ذكرنا، يعني هذه الصورة ترتسم في ذهني. نعم. في النفس. وكل ذلك محال في حق الله تعالى. يعني هذا كون المرئي، يعني كون الله تعالى في مكان هذا محال، كون الله تعالى في جهة محال، كون الله تعالى في مقابلة من الرائي هذا محال، ثبوت مسافة بين الله وبين الرائي، هكذا اتصال شعاع، إذن كلها محال في حق الله تعالى. لأجل ذلك هم نفوا رؤية الله تعالى، الخصم نفوا رؤية الله تعالى لأجل هذا. فإذا الجواب، والجواب منع هذا الاشتراط. هذه أمور شرط شرائط لما للرؤية العادية، أما الرؤية الخارقة للعادة فلا يشترط شيء منها كما بينا أمس. نعم. فإذا قول الشارح وأقوى شبههم من العقليات، هذا توطية للدخول إلى قول المصنف،
فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة ولا اتصال شعاع ولا ثبوت مثابة بين الراء وبين الله تعالى. نعم توطية لهذا المتن قال الشارح فأقوى شبههم من الأقليات. ثم من ضمن هذه التوطية رد المصنف رد الشارح نعم عليهم أزال شبهتهم رد على شبهتهم الشارح شبهة من الأقليات كذلك فيما سيأتي ردوا الشبهات السمعية أيضا نعم. فيرى لا في مكان الله تعالى يرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة ولا اتصال شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله تعالى نعم. هكذا قال المصنف. فإذا هناك يعني إيراد ما هو هناك يقال إن هذه الأمور مشروطة في رؤية سائر الموجودات فكيف لا يكون مشروطا في رؤية الله تعالى. يعني هذه الأمور شرائط للرؤية في غير الله تعالى فإذا كيف لا تكون شرائط في رؤية الله تعالى. نعم هذا هو السر لا تكون هذه شرائط في رؤية الله تعالى بل تكون شرائط في رؤية غير الله تعالى هذا هو السر. نعم فإذا يجاب عما قيل نعم. وقياس الغائب على الشاهد فاسد هذا قياس الغائب على الشاهد هذا فاسد. وقد يستدل على عدم الاشتراط أولا نجاب هكذا ثم يجيب بجواب آخر وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر يعني الله تعالى يرانا الله تعالى يرانا كيف هناك الرؤية متحققة حينما يرانا الله سبحانه وتعالى الرؤية متحققة بدون يعني جهة ولا كيف كذلك ولا مكان ولا إحاطة أو خروج شعاع هكذا بدون ذلك تحققت الرؤية. أما هنا فيما بيننا متى تتحقق الرؤية لو كان الرائي والمرئي كلاهما في مكان لو كان الرائي والمرئي في المقابلة وكذلك إما يخرج من باصرة الرائي شعاع ويحيط بالمرئي أو المرئي يرتسم في ذهن الرائي هكذا بدون هكذا يعني شروط موجودة في الرؤية فيما بيننا لكن يعني حينما يرانا الله سبحانه وتعالى هذه الأمور غير موجودة وغير مشروطة في جانب الله تعالى يعني في جانب واحد لا توجد هذه الأمور مع ذلك تتحقق الرؤية. فإذا في الآخرة أيضا أمر ينكس يعني هنا الله تعالى يرانا نحن مرئي هناك يكون على العكس نحن راؤون فالله تعالى مرئي فلا بأس نعم بدون هذه الشروط تتحقق الرؤية. إذا يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر هكذا نظر الشارع لأن الكلام في الرؤية بحاسة البصر يعني الله تعالى منزه عن حاسة البصر فإذا لا يأتي هذا النظر كما لو يعني فصلنا كلام المصنف كلام هؤلاء المستدلين كما فصلت بحاسة البصر يعني يريد أن رؤية الله تعالى إيانا ليس بحاسة البصر ورؤيتنا إياه بحاسة البصر ولا يلزم من عدم الاشتراط هذه الأشياء في رؤية الله تعالى إيانا عدم اشتراطها في رؤيتنا إياه هذا الذي أراد. أجاب عن
هذه شبهتي وهذا النظر عصام الدين. قال: كأن المستدل استدل على عدم اعتبار هذه الأمور في مفهوم الرؤية، هكذا استدل، وإمكان تحقق حقيقة الرؤية بدونها، كذلك الرؤية تتحقق بدون هذه الشرائط، فيصح حمل الأدلة السمعية على ظواهرها بناء على أن الله تعالى يقدر أن يودع قوة الرؤية الغير المشروطة بهذا في أبصارنا، فما ذكره من النظر مندفع. فإذا الله تعالى يودع قوة وقدرة في أنفسنا، نستطيع أو ندرك بتلك القدرة والقوة الله تعالى كيف ندرك بدون جهة ولا مكان ولا شك ولا كيفية، هكذا. نعم. فإذا الشاعر قال فيه نظر، أجاب عنه عصام الدين. ثم فإن قيل: لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة وسائر الشرائط موجودة لوجب أن يرى. فإذا هذا يعني إشكال آخر، هذا الرؤية جائزة كما قلنا، وكذلك الحاسة سليمة، يعني كثير من الناس أو جل الناس ليس في بصرهم خلل، بل حاسة البصر لأغلب الناس سليمة. ثم وسائر الشرائط موجودة، هل اعتبرت شرط آخر لما لهذه الرؤية؟ فكل هذه الشرائط موجودة لوجب أن يرى، لكن هل يرى هنا؟ لا يرى. فإذن هذا يدل على عدم الإمكان، يعني حاليا في هذا الوقت حاسة بصرنا سليمة، ليس فيها أي خلل، وكذلك توجد سائر الشروط. ثم لماذا لا نرانا الله تعالى في هذا الوقت؟ لو كان جائزا ينبغي أن يرى، ينبغي أن نراه. فإذا عدم رؤيتنا مع سلامة الحاسة وتوفر سائر الشرائط على عدم رؤيته وعلى امتناع رؤيته، هكذا يقول. وإلا لجاز أن يكون بهذا. ثم لوجب أن يرى، كيف يرى؟ بدون الفرق بين كونها في الدنيا أو في الآخرة، فعدم رؤيته في الدنيا مع سلامة الحاسة ووجود سائر الشرائط يدل على عدم رؤيته في الآخرة. نعم. وإلا يعني بعد سلامة الآلة ووجود سائر الشروط لو لم نرى لجاز، يكون جائزا. ماذا يكون جائزا؟ أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها، يعني هنا جبل كبير جدا شاهق، يعني مرتفع إلى السماء. هذا ذكر مثالا، هكذا ينبغي، يعني يمكن أن يوجد هكذا جبل لا نراه عندنا، يعني سلامة الآلة وتوفرت عندنا سائر شروط الرؤية، بعد ذلك لا نرى الله تعالى، وهذا يدل على أن هنا جبل شاهق ما رأيناه. نعم. هذا إمكان. وأنها سفسطة، أنها أو أنه لوجب أن يرى وإلا لجاز. هذا بقية القيل، أنها سفسطة، يعني الرؤية سفسطة، هكذا قلنا. ممنوع، لا نسلم. ماذا؟ لا نسلم أن الرؤية
أنه لا بد من الرؤية عند سلامة العلات والحاسة، هذا لا نسلم. لذلك قال فإن قلنا ممنوع، فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى فلا تجب عند اجتماع شرائطه، هذا الرؤية ليست بواجبة عند اجتماع شروط. لماذا؟ الرؤية مما يخلقها الله سبحانه وتعالى بعد توفر الشرائط. لو توفرت الشرائط يمكن أن يخلق الله الرؤية أو لا، أو يمكن أن لا يخلق أيضا. لو خلق تقع الرؤية وإلا لا تقع الرؤية. فإذن عندنا آلة سليمة، شرائط موجودة، مع ذلك لا نرى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعدم خلقه رؤيته في أعيننا أبصارنا. نعم. ثم ومن السمعيات، يعني دليل أقوى قوي من ومن أقوى شبههم من السمعيات، يعني يعتبرون على قوله السابق من العقليات، فيصير المعنى وأقوى شبههم من السمعيات قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هكذا هم قالوا الأبصار لا تدركه وهو يدرك الأبصار، وهذا يدل على أن الرؤية ليست بجائزة ممكنة. فالجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق وإفادته عموم السلب لا سلب العموم، وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا للرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي، أنه هذا هو الجواب. والجواب أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. يعني الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا قوله لا تدركه الأبصار هل يعم جميع الأوقات؟ معناه لا تدركه الأبصار في وقت من الأوقات، أو هذا حكم عادي؟ ففي خلاف هذه العادة يمكن أن يراه المؤمنون لا تدركه الأبصار. نعم. فإذن والجواب بعد تسليم يعني أمور، وهذا تسليم هذه الأمور أصلا إشارة إلى منع هذه الأمور. نعم. والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق، إذن هنا جواب أن الأبصار ليس للاستغراق. لماذا؟ هذا جم محلى بالألف واللام، الأبصار جم محلى بالألف واللام، هذا لا يستغرق، لا يفيد الاستغراق، بخلاف المفرد المحلى بالألف واللام ويستغرق، وهنا ليس استغراق. ثم وإفادته، ثم ثانيا نسلم إفادته عموم السلب لا سلب العموم، يعني لا تدركه الأبصار، هناك أداة النفي، هذه الأداة هل تفيد عموم السلب أو سلب العموم؟ لا تدركه الأبصار، لو كان لسلب العموم يكون معناه لا تدركه جميع الأبصار بل يدركه بعض الأبصار، لا يدركه جميع الأبصار كل الأبصار بل يدركه بعض الأبصار، وفيه إثبات مقصودنا أن إدراكه تعالى بعض الأبصار، هذا في سلب العموم. أما في عموم السلبي ماذا فائدته؟ لا تدرك الأبصار، يعني لا يدركه بصر من الأبصار، لا يدركه بصر من الأبصار، هكذا عموم السلب وسلب العموم. فإذن لو يمكن أن نجيب بأن هذا ليس لعموم السلب بل للسلب العمومي، فيكون معناه كما قلت لا يدركه جميع الناس بل يدركه بعض الناس هم المؤمنون. نعم. ثم وكون الإدراك هذا أيضا يسلم، وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا للرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي،
أنه لا دلالة فيه. نعم هذه شبهة ثالثة. ماذا هم قالوا؟ يعني الرؤية الإدراك هو الرؤية. يمكن أن نجيب عنه بأن الإدراك ليست رؤية مطلقة، بل هذه رؤية خاصة على وجه الإحاطة بجوانب المرئي، فهذا لا يكون لله تعالى بلا خلاف. نعم إذ لا دلالة فيه على عموم الأوقات. إذ لا دلالة فيه على هذا جواب الرابع. فإذا هذه التسليمات ثلاثة إشارتنا إلى أجوبة ثلاثة، ثم بعد ذلك هذا جواب رابع. ما هو؟ لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال، يعني لا تدركه الأبصار، يعني ليس فيه إفادة أنها لا تدركه في وقت من الأوقات في حال من الأحوال، هكذا ليس دلالة. ثم وقد يستدل بالآية، فهذه الآية استدل بها المخالف والخصم في هذه المسألة. في الحقيقة يمكن أن نجعله دليلا لدعوانا، يعني دليل لجواز الرؤية، لجواز رؤية الله تعالى. هذا الذي قال وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية، إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها، يعني الله تعالى نفى في هذه الآية الإبصار، لا تدركه الأبصار، فهذا قيل في سياق التمدح، الله تعالى يمدح نفسه، فإذا كيف يكون هذا تمدحا لو كانت الرؤية جائزة ثم لا يراه الله تعالى أحد؟ لماذا؟ بسبب وجوب تهدبه بنور الكبرياء، بنور العظمة، فهذا هو الذي يقتضي هذا السياق والمقام من الله، هذا من سياق من التمدح، يعني هذا سياق التمدح. ثم لو امتنعت، يعني لو امتنعت الرؤية لما حصل التمدح الذي في هذا القول الذي أراده الله تعالى بها بقوله لا تدركه الأبصار، كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته، المعدوم لا يرى، هل يمدح بعدم رؤيته؟ لا يمدح بعدم رؤيته، بل بعد أن كان الشيء موجودا يمكن أن يمدح بعدم رؤيته. كذلك بعد أن كان رؤية الله تعالى ممكنة يمكن أن يمدح. هذا إنما التمدح في أنه تمكن رؤيته، تمكن رؤيته ولا يرى. لماذا لا يرى؟ للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. نعم وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود، فذلك الآية على جواز الرؤية، بل تحققها أظهر، تحقق الرؤية أظهر. لماذا؟ لأن المعنى أن الله تعالى مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب. ومنها هذا هو الجواب. ثم والذي سبق ردنا على شبهتهم من السمعيات، فكذلك يذكر آخر ومنها، أي من السمعيات، من أقوى شبههم من السمعيات، منها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعلام والاستنكار، والجواب أن ذلك لتعنتهم، يعني موسى عليه السلام سأل الرب أن يراه، فإذا هذه الرؤية سؤال الرؤية مقرونة بما؟ بالاستعلام والاستنكار. هذا سؤال مقرون بكون الرؤية رؤية الله تعالى أمرا عليما جدا، كذلك فيه إنكار أيضا،
وهذا يدل على يعني عدم الرؤيه. نعم. والجواب ان ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعها. نعم. والا لمنعهم موسى عليه السلام كما سبق ان ذكرنا، لو لم يكن جائزا يجب موسى عليه السلام يمنعهم عن ذلك. ثم والا لمنعهم عن ذلك يعني عن هذا السؤال، كما فعل حين سالوا ان يجعل لهم الهه. هؤلاء القوم سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما لكفار من قومه آلهة، فقال بل أنتم قوم تجهلون. إما يكون هكذا أو يكون ذاك. وهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا، ولهذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا. هكذا أدلة كثيرة لصحة رؤية الله تعالى وإمكانها في الدنيا. لأجل هذه الأدلة ثبت إمكان رؤيته تعالى، لذلك الصحابة اختلفوا هل أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يراه. لماذا هذا الخلاف؟ متفرع ومبني على أن الرؤية ممكنة، وإن لم تكن الرؤية ممكنة فلا يختلفون في هل أرأى ربه أو لم يرى، بل يكون عندهم قول واحد أن الرؤية محال. ثم والاختلاف في وقوف الوقوع دليل الإمكان. نعم. فأما الرؤية في المنام، والذي سبق يعني هذا رؤية الله تعالى في اليقظة بحاسة البصر للمؤمنين، هذا الذي سيقع في الجنة. أما رؤية الله يعني بالمشاهدة في المنام، هذا يعني واقع كثيرا. وأما الرؤية في المنام يعني حينما ذكر أن الرؤية ممكنة، هذا في اليقظة بحاسة البصر هكذا هكذا، فإذن يقرن معه هذه المسألة، مسألة رؤية الله تعالى في المنام. نعم. رأى الله تعالى كثير من أجلاء العلماء، مثلا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، كذلك الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه، هكذا كثير رأى الرب تعالى. ثم وقال وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة، يعني المشاهدة ثبتت بحديث صحيحين، يعني عندما سئل عن الإسلام قال إحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث هو أصل عظيم في مسائل التصوف، من أهمها مسألة المراقبة والمشاهدة. نعم. فإذا نوع مشاهدة تكون بالقلب دون العين. انتهى المصنف من تفاصيل هذه المسألة، ثم يدخل في مسألة أخرى هي أيضا مختلفة مع المعتزلية، مع المعتزلة، هذا مسألة خلق أفعال العباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطينا وما تعمدنا وما أنت أعلم، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.